عن حذيفة رضي الله عنه قال: إن الضلالة كلها، وفي رواية حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف. ثانيا، كان يزكي مزمل ويدل الشباب عليه في الأول. كثير من العلم، وأنا أشهد لهؤلاء الشباب، أعني مزمل وأبو بكر وأحمد عباس وبعض الشباب نسيت أسمائهم، ده الشباب متحمس للعلم وبعدين فيهم خير ويعملون في نشر دعوة التوحيد ومحاربة البدع، اللي هو الشباب ديل ناس مزمل، وديل أولادي تلاميذانا وقاعدين معايا بيقروا معايا في المجمع هنا، وأنا بدعوك من المنبر ده تلتحق برقم هؤلاء الشباب. انقلب بعد ذاك، بعد ما اختلف معاه قال: أنا عارف مزمل مجرم وخبيث قبل 8 سنوات. قال: أنا من بدري عارف مزمل مجرم وخبيث. أنا والله من جاني العصبجي ده بدري، يمكن قبل أكثر من 8 سنة، وجيت وصت فوقي. أنا عرفته دار يشتهر ما دار علفه ذاته، والله أنا شكيت في نته، وأنت خبيث وأنت مجرم، فهمت؟ وقد كشفك الله لي ومسحت بك الأرض، أنت والعصابة ذاته فلط مجرم. طيب يا أخوانا، في سؤال: إذا كان أنت عارف مزمل مجرم وخبيث، وبعد ده بالذكي وبتدل الناس عليه، واحد من اثنين، إما إنك أنت عارفه صحيح مجرم وخبيث، طيب ليه تزكيه وليه تدل الناس عليه؟ ده ذاته ما بيدخل في قوله تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. قال: أنا بعلم بعرفه مجرم وخبيث، ومع ده أنت بتزكي فيه للناس، ده ضلال. أو أنت ما عارفه لكن جيت تكذب الآن وتقول: أنا عارف مزمل مجرم وخبيث من زمان، نحن زمان كنا بنزكيك لكن ما عارف إنك مجرم وخبيث، ولو عارف إنك ما كنا بنزكيك.